هنروح للخماسي الحديث، الخماسي الحديث بيستضيف بطولة العالم هنا في مصر من فترة من 8 ل 14 يونيو اللي جايين، منتخب الصين فضل يجي بدري، منتخب الصين يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث، وطبعا طبعاً لجنة المنظمة لبطولة العالم الخماسي استقبلت منتخب الصين بعد ما وصل للقاهرة عشان يعمل معسكر تدريبي، جاي بدري هو. آه آه وطبعا وده البطوله دي مهمه جامد جدا لمنتخب آه المحطه المنتخبات كلها لانها المحطه الاخيره لاولمبياد طوكيو طبعا لما بعثت الصين طبعا دي صور لبعثه الصين ولما بعثت الصين وصلت تتعامل معاهم كل الاجراءات الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا من خطوات العزل واجراء المساحات وكل الخطوات اللي بتحافظ آه آه عليهم وعلى كمان المشاركين في كل البطوله مصر هتبدا تستقبل خلال الايام اللي جايه باقي البعثات وده انجاز كبير بطوله العالم الخماسي واحد اللعبات المرشحه لحصد ميداليه في اولمبياد طوكيو 2020 وكان معانا المهندس شريف عريان رئيس الاتحاد وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه في أحد الحلقات واكيد هنستضيفه تاني قبل طوكيو عشان نعرف توقعاته لحصد الميداليات ان شاء الله في طوكيو أه لمصر